انت ضل هون. ليش يعني؟ قلت لك خليك راجعين. ماني بقيان. آران، انت بتعرف تسوق سيارة؟ اذا بتستناني رح علمك السواقة. عم تمزح. رح استنى لا تطولوا. ها معلم، ليش الخال يعطينا هذا الكاسيت؟ لمصلحته طبعا تيفو، بده يانا نحن نقتل سردار، بدل ما يوسخ ايدي بخلينا نحن نصفي بعضنا. انت مو حابب تخلص عليه؟ هو بيستاهله، بس وبعدين؟ رامز حصرني، اكيد هذا الخبيث عامل نسخه. طالما الشريط كان معه تيفو راح صير انا ظلمته. شو بدنا نعمل؟ الشغلة اللي انت تعودت عليها، يلي قاله خالك. توفيق طلع شوي. توفيق، كل ما فتت حسيت انه نحن بدنا نحكي مع بعض بتطلع لبرا، ولما بيلزمنا شي نحن مننادي لك صوت بتجي. هيك ها؟ ليش ما قلت لي انه أران معكم؟ شبك جاوبني توفيق؟ كنت رح قلك طالما هذا الولد مع علي معناها هو بأمانتك أنت، عم تفهم؟ لا تشغل بالك، عم دير بالي عليه كتير منيح، وكل شي رح يصير بسردار لازم أعرف فيه أول بأول. توفيق، كل شغلة بتصير لازم تخبرني إياها بدون ما أسألك. تأمر. علي وجنكيز قاعدين جوا عم يحكوا بالقصة، رح تسألني ليش تركتهم. جنكيز ما بيوثق فيني. لا إلك طريقة مشان تسمع الحديث. ما بيدخلوني بيناتهم أخي. كيف يعني هيك؟ عم يعملوك معاملة درجة تانية؟ ولا عم يعملوك كأنك كلب مانك بني آدم؟ يعني كأنه علي حويك بس مشان تروح تقوص فلان وتقتل علان، مو لأنك رفيقه. أران؟ صف شوي. طالما الشريط صار معنا معناته سردار ما بقى يشكل خطر على. تيفو انت ليش هون؟ شوفي ليش فتت؟ اسمع، ماني واحد من قراصينك جنكيز بيك، انا زلمي بستحق اقعد معكم هون وعلى هالطاولة. بس نحن توفيق قاعدين مشان نحكي بمشكلتي. عم تحكوا عن عمر؟ بعرف. كيف؟ ولهيك يا بتقتلوني هون يا بقعد معكم. مين قال له هاد؟ من وين بيعرف؟ أنا قلت له. انت واحد مجنون علي، انت مو بس مجنون، انت فقدت عقلك، ولك انت ضمنان بكره بيبيعك. مو ظابطه معك جنكيز، قصدك تقول يا ترى انت ضمنان انه بكره انا ما بيعك؟ هاي الشغله بتنقال لواحد جاي من الشارع. توفيق مانو من الشارع، بعدين عم يفيدنا كثير. اخ علي علي علي، ولك كرمال الله تكني انا فكر باللي بيفيدنا وشلون، مو ناقصني غير انت. الشاب خاطر بحياته من شاني كذا مرة يا محترم، انت شو عملت مشان علي جنكيز غير انك تستهين فيه؟ ماشي انا رح جاوبك. كافو، هلا بتنزل انت وياه على الابو بتقوصه براسه فورا. لساعتك بالابيض والاسود جنكو، هلا مو حضرتك اللي بتقرر مين بيموت ومين بيبقى، كأنه مدريد. اللي بيقوصوا توحدوا وعملوا ثورة،
وجاي على بالهم يحددوا أهدافهم لحالهم. من هون وهيك الرجال اللي بيحطوه براسهم بينزلوا تحت التراب. يا قتلة العالم اتحدوا. هالزلمة مسؤوليتك أنت، إذا صار عسر بطريقنا بحاسبك إلك، فهمت؟ الزلمة عندي. إن شاء الله تكون عجبتك المسابقة، ها؟ قدم وراك، التعهد رسي عليك. ماشي. بلت، قتلوا سردار، أكيد عنده نسخة تانية وخلصوا عليه قبل ما يهربها، بس بشرطها. هو يعملها. أهلين فيك بيناتنا توفيق. نزلني إذا فيك. أنت شو عم تعمل هون؟ ولك يا ابني أنت محلك مو هون. عمو إيزيل وين أنا محلي؟ عم أحكي عن جد، وين محلي أنا؟ برأيك أنا بيتي وين؟ مين هي عائلتي عمو إيزيل؟ أنت شي؟ أنا أكتر واحد بيعرف قديش ظرفك صعب. أنت عايش لحالك، ولما تكون أران حيجي يوم وترجع، بس بدك ترجع عبيتك. علي ما خرج يكون عيلتك. ليش؟ ليش ما بيصير؟ ما هو صار. ما بيصير. انت شكله علي شكل. يلا من هون. عمو علي عكسك إلك، هو بيحبني. عمو علي واحد شهم. عمو علي رجال جريء، ما بيوطي راسه لحدا، وبيحبني كتير. ما بيتركني وبيروح مثلك. عمو علي مثل بابا، بتعرف هالشي؟ علي ما بيشبه أبوك بأي شيء. أبوك بيقدر يقتل يا أران؟ علي بيقتل، بيقوص شلون ما بده. وبابا بيقوص. لا يا أران، أبوك مات لأنه ما قدر يقوص، وأنت ما قدرت لأنك أنت مثل أبوك. الإنسان ما بيقوص على الناس ببساطة هيك. البني آدمين ما بيعملوا هيك. مثل أبوك، مثلك أنت. يلا قوم لك ابني. أخي علي، أخي علي، آسف أخي، أنا بس من الأول بعرف. طبعاً أخي أنت بتعرف، بعرف هالشي. يعني معقول الخال يزرعك جنبي بدون سبب؟ ليش ما قلت شي؟ أحياناً في شغلات منكتشفها بالعيلة بس ما منقدر نقولها. تحفو، يوم اللي طلعنا بالقطار عملتك عيلتي. يا حزرك، ليش أنا صاير عم بمشي قدام؟ لأنه في حدا حامي ظهرك. برافو عليك أران. خير يا طير؟ هالصبي هربان من الميتم ولازم يرجع لهنيك هلأ. قالوا ينزل من السيارة. أران انزل فورا. عمو علي اسمع الكلمة. اطلع اركب بالسيارة الكبيرة. أران لو اني محلك بلاحق مشاريع اللي بملايين الدولارات. روح احتفل يا اخي، اعمل شيء. اترك علي اولاد الشوارع على لمهم. شو فكر حالك عملت منيح مع الولد يعني؟ ها؟ بدك تحط مسدس بزناره؟ بدك تعلمه شلون يقوص على الناس؟ والله ما كانت خاطر على بالي. شو رايك حطك قدامه ينشن عليك؟ يمكن يجي واحد بكره ينشن عليه. لا ارتاح انت، لا تاكل هم الولد بامانتي. لك انت اهبل، الولد ما بده حمايتك، الولد بده حدا يحميه منك. وليش بقى؟ لانك بالحقيقه مو مثل ما انك مبين. اللي بيشوفك من برا بيقول عنك ازعر، بس زلمه. زلمه متمرد على الدنيا، بس اذا طلبناه بيحمينا. بس انت مانك من هذا النوع. لكن من اي نوع انا يا جبان؟ انت من النوع اللي بيضرب رفقاته بظهرهم يا استاذ. انت اللي بيعتبرك عيلته راح تتركه بلا عيلة وتدر له ظهرك. يعني انت في شي بتعرفه حضرتك؟ لا، واذا غلطان صلح لي. دائما معك مسدس مشان تقوص اعدائك، بس بالحقيقه بتروح بتقوص رفقاتك. ولك بيكفي لهلا. اضرب اضرب، فش خلقك. ايه
علم لك انت واحد خاين، شو بدك يا اران؟ ها ليش لك تفكوا اران؟ اران فكوا كيلو كيلو، سمع لعمك ايزيل، هو احسن من الكل، انا بحب المعلم علي وبدي اعيش معه. اران كثير عم تغلط يا علي، ليش عم تلعب على المكشوف؟ هاي ما رح تقدر تفهمها إيزيل، أنا قررت أرجع لأصلي لأني أنا علي الكماشي، ومن هلأ ورايح أنا أخوه الكبير لأران. الجرح جفتك وأنت كمان أنفك، تعرف لو شايفك من زمان كنت طلعت منك شيء، كان طلع منك زلمة، وهلأ ما صار شيء، يمكن شوفك بحياة تانية. لا الحياة واحدة. علي الله معك يا علي الكماشي، شلون فيك تتوقع؟